بالنسبة للإضراب، أنا جاوبت على كان إضراب اللي أنا على حساب الجامعات اللي عطوني الأرقام، ما كان لا إضراب لا والو، كانت شي حاجة، لا كانت شي حاجة أخرى أنا ما فاصيش، ولكن كانت نقابة طلبات باش دير الإضراب، والنقابة الكبيرة ما طلبتش، لأن عندنا لقاء نهار 26. أنا تنظن بأن خصنا كلنا نفكروا لهاد الوليدات وهاد البنيات، هادو اللي كيجيو للجامعات العموميه واللي ما حالهمش، وكنبغيو نديروا اضراب في واحد الظرفيه اللي كلهم طالع جايين محتاجين باش يقراو. وتنظر بان خص تكون شويه الحكمه، وتنظر بان المسؤوليه ديالنا كلنا على الجامعه المغربيه، ماشي غير على وزير ولا على وزاره، المسؤوليه ديالنا كاملين، لان الجامعات راه فيهم اساتذه جامعيين دكاتره اللي ربما كيفهموا اكثر من العادي. كنظن بان خصنا تكون عندنا الحكمه باش نتجاوبوا مع هاد الاقبال اللي كنسميه، انا ما كنسميش اضطهاد، كنسمي اقبال على الجامعه المغربيه. بالنسبه للنظام الاساسي، احنا قدامين مع النقابات. انا ملي جيت وانا الدوسي انا هزو في يدي، والنقاش ديما موجود، ديما متواصل. دابا وصلنا لواحد المرحله اللي خص يكون فيها التحكيم ديال رئيس الحكومه، لان هذه راه نظام اساسي اللي غادي يطلب موارد ماليه. اذا دول اللقاء تنتمناو يكون ان شاء الله يكون خير. الغرض من هادشي كيف ما قلت لك من قبيله، راه ماشي هي الزياده ولا هي الجاذبيه ديال المهنه ديال التعليم العالي، لان اليوم كيف كتعرفوا بان الراس مال البشري، وراكم كتشوفوا الخطاب ديال سيدنا لانسرو، الراس مال البشري ولا هو المكون الاساسي ديال الدول. الى وهنا فين كيتكون، راه ربما تكون ربما جاي ربما من الابتدائي ولا من الثانوي، يقدروا يكون يجي شويه ضعيف، ولكن بالنسبه للتعليم العالي ما عندناش الحق ندوزوا هذه الفرصه هذه، لان كيجلس عندنا 3 سنين على الاقل الا كان دار اجازه، ستة الاسدوس ولا 5 سنين عشرات الاسدوس. دونك عندنا الوقت، ربما الا درنا غير مواد كل اسدوس فيها شي حاجه، هادشي اللي تكلمت على التراث واللغات وهادشي ديال لي ديجيتال سكيلز، راه اللي دوزناها اللي جبناها راه مزيانه للطالبات والطلبه. لان اليوم ولا واحد التنافسيه دوليه على الموارد البشريه. قد ما كونا البشريه بلادنا، قد ما بلادنا غادي تستقطب المستثمرين، وقد ما غادي نطلعوا القيمة ديالنا عند العالم ككل.